السلام عليكم تلميذات وتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. اليوم غادي نهضروا على الأعداد الكسرية. الأعداد الكسرية بصفة عامة تكتب على هذا الشكل. الأعداد الكسرية تكتب على الشكل التالي: خمسة على ستة مثلا. قلنا بأن خمسة تسمى البسط وستة يسمى المقام. الآن نمر للاختزال. أشنو هو الاختزال؟ الاختزال هو أنه فاش كيعطونا واحد العدد كسري كبير تقولوا لنا ردوه عدد كسري صغير. نعطوه مثال ديال 24 على 36. وباش نقومو بهذه العملية ديال الاختزال خاصنا نعرفو القاسم المشترك الأكبر بين 24 و 36. غادي نديرو القواسم ديال 24 ونديرو القواسم ديال 36. 24 وغادي نقلبو على القاسم المشترك الأكبر بين 24 و 36. 24 في 1 كتعطينا 24. 12 في 2 كتعطينا 24. 8 في 3 كتعطينا 24. 6 في 4 كتعطينا 24. دابا نمرو نديرو القواسم ديال العدد 36. 36 36 في 1 كيساوي لنا 36. 18 في 2 كتعطينا 36. 12 في 3 كتعطينا 36. 9 في 4 كتساوي 36. 6 في 6 كتساوي 36. إلى لاحظتوا أن القاسم المشترك الأكبر كتكاين هنايا حتى الأصغر. القاسم المشترك الأكبر بين 24 و 36 هو 12. وكاين حتى القاسم المشترك الأصغر اللي هو 6. حنايا غادي نختاروا الأكبر، اختاروا الأكبر اللي هو 12. والاختزال كيتكتب بجوج طرق. كنديروا هنايا مقسومة على 12 وهنا كذلك غنقسموه على 12. كيساوي لينا الى لاحظتوا 12 في 2 كتعطينا 24. يعني هنايا غادي نديرو 2، يعني 2 في 12 كتعطينا 24. وهنا غادي نديرو 3، 3 في 12 كتعطينا 36. يعني غنحطو هنايا 3. وكاينه الطريقه الاخرى اللي هي 24 على 36 كيساوي لنا 12 في 2 على 12 في 3. كنختزلو ب 12، 12 كتساوي لنا 2 على 3. كنتمنى يكون الدرس مفهوم. دابا ان شاء الله غادي نمروا لمقارنه عددين كسريين لهما نفس البسط. مقارنه عددين كسريين لهما نفس البسط.
البسط باش نقارنو جوج اعداد عندهم نفس البسط. مثلا غادي نعطيو مثال ديال 6 على 3 و 6 على 4. 6 على 3 اكبر من 6 على 4. 6 على 3 اكبر من 6 على 4 لان 3 اصغر من 4. لان 3 اصغر 3 اصغر من 4. فاش كيكون المقام اللي كانوا عندنا عددين كسريين لهما نفس البسط، الا كان المقام اللي صغير هو يعني داك العدد الكسري هو اللي كبير، يعني المقام اللي صغير هذاك العدد الكسري هو اللي كيكون اكبر من العدد الكسري الاخر. كنتمنى يكون الدرس مفهوم. يعني قلنا لمقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام نقارن مقاميهما. مثال جوج على 4 أكبر من جوج على 6 لأن 4 أصغر من 6. يعني المقام اللي تيكون صغير هو اللي كيكون كبير، اما بالنسبه لمقارنه عددين كسريين لهما نفس المقام اللي عندهم نفس المقام كنقارنهم عادي، يعني اللي كبير هو اللي كبير واللي صغير هو اللي صغير. مثلا إلا عطينا 3 على 4 و 5 على 4. 3 على 4 أصغر من 5 على 4، لأن 3 أصغر من 5. كنتمنى يكون الدرس مفهوم وتفهمو مزيان. نعطيو مثال سبعة على 3 أكبر من جوج على 3 لأن سبعة أكبر من 2. كنتمنى يكون الدرس مفهوم تفهموه.